الناس هذا قدامكم نتحداهم جو لي ديفي وما عندها حتى علاقه معايا. جو لي ديفي هنا قدامكم وراكم انتم صحفيين. جو لي ديفي يخلي وسائل الاعلام الخاصه او العموميه تعطي الارقام في المباشر اليوم 4 ماي يمنعوا لهم. علاش؟ باش يضخموا نسبه المشاركه. ما يخليش الصحافي في مركز ولا في مكتب يعطي نسبه المشاركه ساعه بعد ساعه.